كنت قبل الحرب نعرف الحمراء. كيف كانت؟ حمراء. رحت عبيريس سلطة سفرنا نحن. وصلت عبيريس وتعرف سركيس لا الحمراء أحلى من ديريس. سلي. قلت له الحمراء أحلى من ديريس. صدقيني. كانت الحمراء نوع من الحلم. أنا كنت أتعلم الفرق بالفرنسا. كنا نهرب من المدرسة حتى نرجع على الحمراء ونعرف الورشو. الورشو. الوقت اللي كنا نعرف الورشو ليه لأنه كان يعني جو المثقفين والصحفيين والأدباء والشعراء يعني آخر موديلات بالعالم كنت تجلس فيها بالشارع الحمراء آخر صراعات فكرية ثقافية اجتماعية موجودة بالحمراء. شو البلد فيه؟ ايه وقت اللي بيكون فيه عجقة وزبالة ورويح مش منيحة وحالات مسكرة وفي تراجع للحركة بتكون هي كمان صورة عن البلد. هي مرايه ابناء بيروت. صحيح. هلا كيف وضعها؟ بس اكيد متراجع على الاول. يمكن يقول لك انه الحركه احسن بالحرب. الحرب احسن. هذا بتشوف يعني في كتاب بتشوف هاي الحالات مسكره. وهيدا المسؤول الكبير. هيدا المسؤول.